سيداتي وسادتي مساء الخير. أسئلة كثيرة حملتها رسائلكم لبرنامج سؤال وجواب هذا الأسبوع حول منظمة العفو الدولية. لحسن الحظ الواقع أن ضيفا يزور الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام، موجود معنا في زيارة خاصة، هو الأستاذ الدكتور عزة عبد الفتاح، أستاذ علم الجريمة في جامعة سايمون فريزر في فانكوفر بكندا، وهو مبعوث منظمة العفو الدولية إلى منطقة الشرق الأوسط. قام في الأيام الأخيرة برحلة بالفعل بهذه الصفة في المنطقة العربية. أهلا دكتور عزة. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة الواقع، ومش عارف يعني تصادف وجود أسئلة في برنامج سؤال وجواب حول منظمة العفو الدولية، فإذا بينا نجدك بيننا، فإحنا بنرحب بيك وسعداء بلقائك أولا. أنا شاكر قوي على الدعوة دي. أنا يعني ظهرت على التلفزيون في كندا وأمريكا عشرات المرات، ولكن هذه أول مرة أظهر على التلفزيون في دولة عربية، فأنا سعيد قوي. أهلا وسهلا بيك. فرصة دي. وبالمناسبة أيضا يهمني أن أعرف الإخوة والمشاهدين والأخوات المشاهدات أن الدكتور عزة يعيش الآن في كندا، وكما سبق أن ذكرت هو أستاذ في إحدى جامعاتها. دكتور عزة، ما هي منظمة العفو الدولية؟ منظمة العفو الدولية منظمة حيادية غير انحيازية، مهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم بغض النظر عن سياسات الحكومات أو أيديولوجياتها. أيوه. والمنظمة تعمل على إخلاء صراحة المساجين السياسيين ومساجين الرأي الذين لم يستعملوا العنف أو يدعوا لاستخدامه. أيوه. وكذلك تناهض التعذيب وتدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع. أيوه. متى أنشئت هذه المنظمة؟ منظمة العفو الدولية أنشئت في عام 1961 على أثر مقال نشر في الصحف، كان كتب بمحامي أيرلندي مستر شون ماكبرايد، حس فيه الناس على الاهتمام بحقوق الإنسان والعمل على إخلاء صراح المساجين الذين كانوا موجودين من أصحاب الرأي. أيوه. وهذه المقالة ربما حركت مشاعر يمكن ناس كثيرين، وعلشان كده دلوقتي يعني المنظمة بعد 27 سنة لها أعضاء ومشتركين حوالي 500,000 في العالم كله، ولها مجموعات وهيئات في فروع في حوالي 160 دولة. دكتور عزت لو سمحت، هل العضوية ممكن منظمات تدخل في عضوتها أم الأفراد بصفات لا الشخصية؟ الأفراد هي عضوية، أفراد لا منظمات ولا هيئات ممكن أنها ولا تصبح أحزاب ولا أحزاب ولا أي حاجة. والمنظمة ليس لها علاقة إطلاقا بالسياسة. أيوه. فهي تمتنع عن الدخول في العلاقات الدولية أو المنازعات السياسية. أيوه. ولكنها تأخذ الجوانب الإنسانية فقط في نعم في المسجونين من أصحاب الرأي يعني أو المعتقلين بشكل عام. والطريقة اللي بتتبعها المنظمة يعني طريقة فريدة في نوعها، إن أي مجموعة أو أي فرع يتبنى أحد المساجين في دولة معينة ويقوم بإرسال برقيات ورسالات ويبعثوا جوابات للمسؤولين في هذه الدولة للعمل على إطلاق سراح هذا المسجون. ودي طريقة فعالة جدا، لأن بالفعل يعني تم إطلاق سراح كثيرين. أظن حوالي يمكن 20,000 مسجون سياسي ومسجون رأي في أنحاء العالم، في أنحاء العالم بناء على هذه الجوابات والبرقيات. وبالتالي أنتم بتستجيبوا لهذه الحملات ولا أنتم تساهمون أيضا في هذه الحملات؟ طبعا كل عضو يعني بيساهم عن طريق المجموعة اللي هو منضم فيها أو الفرع اللي هو يتبعه. ولكن من آن لآخر منظمة العفو الدولية تبعت مهمات أو وفود أو بعثات لتحدث مع المسؤولين في دولة معينة بخصوص مسائل متعلقة بحقوق الإنسان أو بخصوص عقوبة الإعدام
في عام 1983 مثلا أنا كنت في مهمة بعتتها المنظمة لجزيرة جامايكا في البحر الكاريبي للكلام عن عقوبة الإعدام، وفي سنة 85 في بعثة أخرى للولايات المتحدة لأن وضع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وضع فعلا يعني مش مسر إطلاقا. ليه يا دكتور؟ لأن في حوالي 2000 شخص دلوقتي منتظرين الإعدام موجودين، وبعض منهم ما زال منتظر حوالي 13 سنة أو 15 سنة. طب ليه لم ينفذ فيهم هذه الأحكام؟ لأن الإجراءات القضائية بتأخذ وقت طويل. وده طبعا يعني تعذيب نفساني كبير، الشخص اللي يمضي سنين طويلة مش عارف إذا كان هينتهي بأنه يعفى عنه أو يخفف أو عقوبته أو حينتهي بأنه يعدم. برغم يعني التفنن في وسائل الإعدام المختلفة، الكرسي الكهربائي وغرفة الجاز والحقنة السامة. أيوه. طب دكتور، ما هي أهم الحالات البارزة اللي تعرضت لها منظمة العفو الدولية؟ يعني معروف لو سمحت يمكن أذكرك، معروف أن هناك اضطهاد لأبناء جنوب إفريقيا السود، والنظام العنصري في النظام الأقلية البيضاء في بريتوريا يمارس أشد أنواع التنكيل. معروف أيضا في فلسطين المحتلة، وكلنا نعرف الممارسات الصهيونية الوحشية ضد أبناء فلسطين. هناك بؤر كثيرة في أنحاء العالم أيضا، فيا ترى ممكن برضو ناخذ منك فكرة بشكل عام عن مجال نشاطات منظمة العفو الدولية. بتنشر يعني بيانات كثيرة وبتعمل تصريحات صحفية، وفي تقرير سنوي، والتقرير السنوي ده بيشمل أكثر من 110 أو 120 دولة. لما تنظر سيادتك للتقرير السنوي السنة الماضية تجد أن بلد زي جنوب أفريقيا محتلة مكان بارز، وعدد الصفحات اللي يعني في الوردة في التقرير عن ممارساتهم يعني أكبر بكتير من عدد الصفحات لدولة أخرى. وفي الشهور الماضية أيضاً. نعم، إسرائيل أيضا كمان. وفي الشهور الماضية بالذات يعني المنظمة كانت مهتمة جدا بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل، وعملت تصريحات صحفية وبيانات كثيرة. وطبعا في التقرير اللي حينشر في العام المقبل كل هذه الانتهاكات حتكون موجودة في التقرير. دكتور عزت، كيف تتابعون أخبار التنكيل بأبناء فلسطين أثناء الانتفاضة الشعبية الباسلة القائمة هناك؟ منظمة العفو الدولية يعني بتجيلها بيانات ومعلومات من عدة مصادر. أيوه. ومصادر يعني موثوق بها، ولكن كل البيانات اللي بتيجي وتصل للسكرتارية العامة اللي هي في لندن بتحقق بدقة وتمحص للتأكد من صحة هذه البيانات. ومتى تأكدت المنظمة من هذه البيانات عملت بقى البيانات أو التصريحات الصحفية للإعلان عن هذه الانتهاكات. هل أتيح لكم يا ترى أن تشاهدوا بعض الأفلام الإخبارية التي خرجت من فلسطين المحتلة، وكيف يتصدى الجنود الإسرائيليون المدججون بالسلاح لشباب ولفتيات وينكلوا بيهم ويكسروا عظامهم والدماء على أجسامهم؟ الواقع أنه يعني نحن نرى مشاهد في غاية البشاعة. هل يا ترى أتيح لكم أن تشاهدوا؟ أنا أتيح لي يعني بصفة شخصية في كندا، لأني أراقب أو أشاهد التلفزيون في كل ليلة. وهذه المناظر أصبحت مناظر يعني يومية. أيوة. في التلفزيون الأمريكي والتلفزيون الكندي. أيوة. فأعتقد يعني أن الشعب الكندي والشعب الأمريكي عنده فكرة دلوقتي أحسن بكتير من من الماضي، يعني عرف الحقيقة، يعني عرف الحقيقة. حقيقة الاحتلال الصهيوني على حقيقته وممارساته، ليس بالكلام وإنما بالصوت والصورة. الصورة. احنا كان يهمنا جدا الواقع ان احنا نتعرف منك على فعلا رد فعل هذه الأخبار لما بتذاع بهذا الشكل وبيشوفها المجتمع الكندي أو المجتمع الأمريكي.
هل نستطيع أن نقول هناك تحول لدى الأفراد حتى على المستوى الذاتي والشخصي، بلاش على مستوى الرأي العام ككل الذي والإعلام بيؤثر فيه الصهاينة ما في شك في أمريكا بشكل فادح يعني. يا أعتقد بلا شك أن كان في تغيير في الرأي العام في أمريكا الشمالية، وأن يعني في تحول ملحوظ وفي سيمباثي أكتر دلوقتي، تعاطف مع الفلسطينيين ومع الناس اللي عايشين في الأراضي المحتلة. لأن أنا لا أظن أي إنسان يحمل في نفسه ذرة من الإنسانية ويرى هذه المشاهد ويوافق عليها أو يسكت عنها. ألست معي في هذا؟ طبعا منظمة العفو الدولية يعني تحاول بقدر الإمكان أنها هي تدرو اتنشن، ايوه انها تلفت الانتباه، تلفت الانظار. معلش احنا معذورك لانك اقمت سنوات طويله في كندا، 30 سنه تقريبا دكتور. حوالي فيمكن بتغيير بعض الكلمات العربي شويه فيعني اسمح لي اتولى عنك ترجمه بعض المصطلحات يعني. اذا تكرمت، انا بعرف انه من سنين كثيره ومنظمه العفو الدوليه بعتت لجان كثيره لتقصي الحقائق داخل فلسطين المحتلة. هل يا ترى بتواجهون عقبات من سلطات الاحتلال التي تحاول دائما أن يعني أن تظهر وجهها كوجه حسن وتخبي وتداري ممارساتها الوحشية داخل المعتقلات؟ المعتقلات تجمع الآن آلاف من أبناء فلسطين وبيتعرضون فيها لتعذيب حتى بشع يعني. والأشخاص اللي منظمة العفو الدولية ترسلهم إلى البلاد المختلفة للتحقق والتحري والتحدث مع المسؤولين، أعتقد أن عندهم خبرة، وعشان بيروحوا معهم أبحاث يعني عميقة ومعلومات إن ليس من السهل خداعهم. أيوة. وليس من السهل إعطائهم يعني صورة غير حقيقية ومزيفة. أيوة. عما يجري في البلد. طيب لحسن الحظ يعني فعلا، وإلا تبقى مأساة إن منظمة العفو الدولية أيضا تضلل فتبقى مشكلة. لو تكرمت أيضا، ما هي مصادر تمويلكم؟ هل يعني تتقبلون مجرد تبرعات أم اشتراكات من الأعضاء؟ هي تبرعات شخصية بحتة. أي. يعني المنظمة لا تقبل أي أموال أو أي تبرعات أو أي تمويل. أي. من حكومات أو شركات أو حاجات، دي كلها عن طريق. أي. الأفراد، والأفراد طبعا بيعطوا على قدر إمكانياتهم. أيوة. وكل فرد يعطي للمجموعة أو الفرع الذي ينتمي إليه. أيوة. على أي حال، هذا يعطي مزيد من حرية الحركة للمنظمة، تبقاش خاضعة وأعتقد أن يعني الحيادية وعدم انحيازية اللي هي خاصة مميزة لمنظمة العفو الدولية متوقفة تماما. صح. على مصادر التمويل، إذا كانت هتقبل تمويل أو نقود أو هبات من حكومات، أو يعني المنظمة هتفقد حيادها أو هتخضع لضغوط كثيرة من هذه الحكومات ما في شك. وحتى يعني برضو المنظمة في الأعوام الماضية لجأت إلى طرق تقدمية في الحصول على أموال، فعملوا مثلا بعض روك كونسرتس. وكان في كل الفنانين يعني. أيوة. وهبوا وقتهم ووهبوا. ايوه ايوه، احنا سمعنا اخبارها فعلا من سنتين تقريبا. كل الايرادات من الروك كونسرتس دي. أيوة. كانت راحت للمنظمه العفو الدوليه. أيوة. هل هناك شروط خاصه في العضو الذي يرغب في الانتماء لهذه المنظمه؟ لا، العضوية مفتوحة تماما لكل شخص. كل إنسان مهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان، كل إنسان يشعر أنه ممكن يساهم في عمل المنظمة. أي. ويساهم في إخلاء سبيل أو إطلاق سراح إنسان ممكن. كل يعني الطريقة المتبعة هي أنهم يحاولوا، إذا كان في بضعة أفراد يحاولوا أنهم يؤلفوا مجموعة، وطبعا. أي. بعد عدة مجموعات ممكن يبقى فارع. أيوة. زي في كندا مثلا في كنديان سيكشن. أيوة. وبعدين في مجموعات مختلفة، فانكوفر نفسها فيها عدة مجموعات مش مجموعة واحدة. أيوة. ما هو قدر التمثيل العربي عندكم مثلا في الفرع الكندي؟
لا ما اعتقدش في يعني تمثيل عربي كتير، وكمان ما اعتقدش ان في فروع او مجموعات كتيره لمنظمه العفو الدوليه في الدول العربيه، بس يعني نامل ان ده الوضع ده هيتغير في المستقبل، وان الناس في الدول العربيه ودول الشرق الاوسط هيعرفوا ان المنظمه يعني اهتمامها بحقوق الانسان يجعلها وسيله او اداه مثاليه للدفاع عن هذه الحقوق. آخر دولة زرتها في منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام في جولتك كانت فين دكتور؟ ليبيا. كنت في ليبيا. أعتقد أنه كان نشر في الأخبار أنه الرئيس القذافي استجاب للمنظمة وأفرج عن 400 شخص، وهو بنفسه قاد مسيرة على ما يبدو، وطالب حتى بإلغاء عقوبة الإعدام، وطالب أيضا أيد المنظمة تأييدا كبيرا. هو ده كان سبب المهمة اللي أرسلتها منظمة العفو الدولية واللي أنا اشتركت فيها، إن كان في يعني خطوات إيجابية وتطورات تقدمية في ليبيا، زي ما قلت سيادتك يا أستاذ صلاح، الرئيس القائد معمر القذافي أخلى سراح عدد كبير من المساجين السياسيين، قيل لنا لما كنا في ليبيا أن عددهم 400، وكمان أغلق سجن رئيسي في طرابلس. أيوة، وكالات الأنباء والصحف هنا. وقدم للمؤتمر الشعبي العام، كان بيناقش وثيقة اسمها الوثيقة الخضراء. أيوة. لحقوق الإنسان. أيوة. وفي خطب عديدة عملها العقيد، قال إن هو يعارض شخصيا عقوبة الإعدام. أيوة. وإنه سيحاول إلغائها في ليبيا. أيوة. وفي أظن في خطبة أو اتنين من خطبه هو دعا منظمة العفو الدولية للحضور إلى ليبيا. نعم. لترى على الطبيعة. أيوه. هذه التغيرات وهذه الانفتاحات بخصوص حقوق. أيوه. الإنسان. فالمنظمة أرسلت وفد مكون مني أنا ومن رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وباحث آخر في قسم أبحاث الشرق الأوسط. أيوه. من السكرتارية العامة، و حضرنا بناء على هذه الدعوة. بناء. أيوة. على هذه الدعوة. فهم. وحضرنا جلسات المؤتمر الشعبي. أيوة. وأنا ألقيت كلمة في مؤتمر الشعبي العام باسم منظمة العفو الدولية. نعم. وفي خطبة الرئيس القذافي عقب ذلك كرر تعهده بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام. أيوة. في ليبيا، وعلى احترام حقوق الإنسان. طيب دكتور، باعتبارك أستاذ قانون وخريج حقوق اصلا، مش كده؟ ايوه مظبوط. يعني ما هي مبرراتكم لالغاء عقوبه الاعدام؟ هناك رايين متعارضين، في راي متمسك بهذه العقوبه باعتبارها عامل ردع كبير، وفي راي اخر يمكن تتبناه المنظمه وهو الغاء هذه العقوبه. يعني في خلال السنوات الماضيه حوالي 30 أو 40 سنة ماضية، أجريت عديد من الأبحاث والدراسات. أيوة. وكل هذه الأبحاث تشير تقريبا بلا استثناء. أيوة. إلى أن عقوبة الإعدام ليست عقوبة رادعة، وأن معدلات ونسبة الجرائم ليس لها أي علاقة بوجود أو بإلغاء عقوبة الإعدام. أيوة. فيعني إبقاء عقوبة الإعدام على أساس أنها عقوبة رادعة، أعتقد ملوش أي أو مفيش أي دليل عليه من البحوث والدراسات. فتبقى بقى يعني مسألة الانتقام، ومسألة أن إذا من قتل يقتل. أيوة. ودي أعتقد يعني في العهد عندنا في الشرع الإسلامي من قتل يقتل، يعني لأن مسألة العين تفسير بالعين والسن بالسن. والبادي أظلم. أعتقد أن دي يعني كانت القرآن في الحالة دي كان بيتكلم على الأولد تيستمنت، وكان على بني إسرائيل، ما كانش بيتكلم على المسلمين. والله مش عارف، هو يحتاج الأمر العودة إلى رأي رجال الدين في هذا. اسمح